السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون، في الفيديو اللي فات قالوا لي روح شوف حصه تاع الهداف راسك يحبس، لان بن شيخ راهو يقول باللي لا كوب دافريك هذه اللي راهي جايه ما تهمنيش انا، وانا ما يهمونيش لي كوب دافريك، انا يهمني غير كيما نقولوا لا كوب دي موند. ومن بعد في الهضره يقول لك حتى وما تاهلوش لا كوب دي موند الجايه نورمال، انا المدرب ندعمه. على بالك دوك خليكم تسمعوه راسك يحبس. والناس هذوما اللي راهم يقول لكم باللي في العارضه قالوا كذا ومنا باللي حرت الشعب باش يخرجوا المسيره، هما اللي كانوا يجوا في التعليقات ويديروا في الضجه هما. وقلتها لهم صافي قبل ما يتهموني، قلتها لهم على بالي شكون اللي راهو يحرض في التعليقات، هما الجزائريين ماشي المخزن، الجزائريين اللي كانوا يحرضوا على المسيره، والحمد لله خرجنا نحينا لكم المسيره هذه اللي كنتم مخططين لها. بو اروحوا تسمعوا الشيخ بن شيخ، نبدا لكم بهذه ونبدا نشوكيكم بالعقل بالعقل، لازم تتشوكاو بالعقل بالعقل، تريسيتي ضرب شويه ضرب شويه، ومن بعد نزيدوا لكم الفولت باش الشعب الجزائري اليوم كاع يتشوكا بالتريسيتي. تعليلو بن شيخ راهو يقرا من الورقه، قالوا لهم حضروا، راهم يحضروا بالورقه الاسماوات تاع المدربين. اسمعوا هذه، هل تعتقد انه المدرب القادم بامكانه ان يجد الخلطه او يقدر يدير هذيك، يقدر يمشي منتخبنا الوطني، خاصة انك في كل مرة تقول عندنا لاعبين، هل مدرب مثل بيسيرو، مثل أليلوزيتش، مثل كارلوس كيروش او حتى ايغو بروس بامكانه ان يجد التوليفة من اجل عودة المنتخب الوطني للسكة الصحيحة؟ سي دي زونترينور اللي عندهم مستوى تشوف لاتوش تاعهم، ونحكموا تشوف لاتوش تاعهم. وبالماضي ما عندوش المستوى، كيروش عنده المستوى، وي عنده المستوى بصح، هل دا لا كوب دافريك مع مصر؟ راك شايف، راك فاهم اخي هادو حقارين ولاد بلادهم، دوك تسمعوا تعرفوا باللي حقارين ولاد بلادهم ويموتوا على البراني، هادو يكرهوا الجزائريين. اسمع، كنا في هذا الباب ما عندنا ما نخافوا، لان اللاعبين كاينين، ومن بعد سي طاهر كيما يقول لك يديروا بون مايونيز باش الفريق يولي يلعب في المستوى. دوكا تبقى كالي لونترينور اللي ينجم يكون سولون اللاعبين اللي عندنا. كونت اون فوا لي جوار لي ليفيكتيف اللي عندنا، لا ديفونس اني با اوسي فورت كيما سارتان بيي اللي عندهم دي ديفونس صحاح. لقينا 4 اهداف. نعم. لا كوب دافريك. وحنا موافقين نلعبوا هذيك تاع شويه للور ونهاجموا. دونك هنايا يليق واحد كيما كيروش اللي اكسبير في هذا الشيء. فهمني؟ دونك فرحان انه كيروش يجي للمنتخب الوطني الجزائري ويلعب ديفونس، وكي كنا احنا ربحنا ضد السنغال قلت لنا ما عندناش خطه لعب، قاعدين غير ديفونس. فاهم روحك يا بن عمي، فاهم روحك، انت تما كنت تهجم على بالماضي شخصيا. ما زال اسمع، انا نشوف لي هذا كيروش ولا لو سويس ولا لو نيجيريا موراهم كاتريام درت لي لوزيتش. دونك نيجيريا سي ان بورتوغي، يعني يقدر يعلمنا في طريقه اللعب. واش انا نقول لك، انا درت لي لوزيتش لو ديرني ماشي على البارابور خدمته، بارابور شويه الكومبورتمون تاعو. ولكن احنا هنايا اسمع، احنا هنايا لازم نفهموا حاجه، لازم الشعب الجزائري يفهم اللي يحب الجزائر ماشي اللي يحب صلاح، اللي يحب الجزائر. تسمى انت دوك يقصف روحه بروحه كي كان زمان، احنا كنا نقول لهم يا ناس تحبوا الجزائر انتوما، دافعوا ووقفوا، انت قد على روحك. انا عندي دي فيديو ضد الماتش تاع واسمهم موريتانيا، داير فيديو اخطا بالماضي، مور الماتش تاع الكاميرون اخطا بالماضي، ودائما ننتقد بالماضي، ولكن ما نجرحش، ومشي مدرب فاشل وارحال وديكاج، راك فاهم. اسمع واش راهو يهضر على روحه، واسمع. زير مدرب اللي يجي عنده عامين لازم كاع الناس تكون موراه. وهذا اللي كنا نقولوه لكم مع بالماضي، وما درتوهاش مع بالماضي، دوكا جايين ديروها مع كيروش ولا حالي لوزيتش. تما انتم ضد الجزائريين لها كلام، واللي يقول لك اللي يحب البلاد. تما انت راك انت كي ما كنتش مع بالماضي من 2019 وانت تحارب فيها بن شيخ، من 2019 وانت تحارب فيها ما كنتش معاها، يعني انت كنت تكره الجزائر، راك تعترف. ازيد سمع يا خوتي، والله غير الجزائر دخلت في حيط اقسم بالله. ما لازمش يجيو جماعه ضد المدرب اللي راح يجي، لان راح يخدم. جيت انت ضد المدرب وجاي يخدم ليكيب ناسيونال ومن قلبه، اسمع واش يقول لك، لان جاي يخدم. يجيو جماعه ضد المدرب اللي راح يجي، لان راح يخدم الجزائر. المنتخب الوطني وراه جديد. بالماضي واش كان يخدم؟ كان يخدم للمنتخب الفرنسي. ما يخطا يمكن انتقاده ايضا. نو تنتقد، بيان سور تنتقد في كرة القدم.
وهذا اللي قلناه لكم، قلنا لكم من تنتقدوا بالماضي في كرة القدم، انت كنت تنتقد بالماضي ماشي في كرة القدم. ما يا سبحان الله على بالكم يا ناس دوك تسمعوا، مازال نزيد نشوكيكم او بدا الشوك يطلع بشويه. اسمع، تنتقدش في الفلسطين، تنتقد في كرة القدم. انت اللي كنت تنتقد في الفلسطين، انت كنت تنتقد اللاعبين في الفلسطين، كنت تنتقد رياض الحارس باللي ما يستاهلش الكرة الذهبية اللي اعطته، او احسن لاعب في انجلترا بالفلسطين. انت كنت تنتقد في جمال بالماضي بالفلسطين. هذه واجب على اي واحد ينتقد في كرة القدم. مي هاد المدربين جايين يعاود الفريق، لان قلت لك كاين لاعبين في وسط كاع راهي شويه ان بو تيربيلونس تيربيلونس، لي جوار سو ان بو ما نقولش شوكي مي كالكو بار سون تريست سون ان بو مالور. يقول لك روا فوا سويت وحنا هاكو دي لا بلاك كيس كي سباس، وعندنا لاعبين راهم يلعبوا في انديه نوادي يعني كبيره. صح، دونك المدرب هذايا اللي راهو جاي راح يخلي يوجد فريق. دونك جو بونس كو سي اون بون شوز لا كوب دافريك في المغرب، لان مع لي ماتش اللي هم جايين نجمو يكون عنده شويه الوقت يحضر لنا فريق لا كوب دي موند. رحت كوب دي موند، ما رحناش 2018 2022، رحت كوب دي موند ما رحتش كاع كوب دي موند. اما لا ما كانت او قال نديروا له بريسيون، ما ديرلوش بريسيون، انا جيري بلو لوا ميم هذا لو كان بعيد شرحنا ما دابيناش نروحوا كوب. هاي كوبات من عندهم، ما رحناش 2018 2022، رحت كوب دي موند ما رحتش كاع كوب دي موند. اما لا ما كانت او قال نديروا له بريسيون، ما ديرلوش بريسيون، انا جيري بلو لوا ميم هذا لو كان بعيد شرحنا ما دابيناش نروحوا كوب. اسمع، هاي كوبات من عندهم ديما، ما يروحش ما نديرولوش بريس، انا ما نديرولوش بريس راني يكون. لا يقعد نخليوه يخدم، خليوه يخدم يوجد فيه. زيد سمع كاس العالم سهل شويه، عندنا 9 10، قال لك مام لاكوب دي موند ما يروحش، يعني لاكوب دافريك دوك نجيب لكم التصريح تاعو، لاكوب دافريك يقول لكم باللي لاكوب دافريك يعني ما انا بالنسبه ليا ما تكزيستي، انا ما تهمنيش لا كوب دافريك، غير كما كان يقول النصف النهائي ممنوع، ممنوع قال لك ممنوع نصف نهائي، لازم نهائي ولا بلاش. ودوكا راه يقول لك انا لا كوب دافريك ما تهمنيش، تهم لي لا كوب دي موند. بعد دار في كلامه هذه ما جبتها لكمش، دوك نجيبها لكم، دار في كلامه يقول لهم باللي ما يتاهلش لا كوب دي موند بتسعه منتخبات، اللي كان يقول لك امبوسيبل دوك يقولها، يقولوا له باللي انت قلت باللي 9 منتخبات كيفاش ما تاهلش، يقول لهم ما يتاهلش ما نديرولوش الضغط ونخلوه ونزيدوا له في الكونترا. اسمع، حتى ما يروحش كاس العالم كاين شويه ما فهمتش اخترت انت ما تفهمنيش، ما فهمت وصل لي يقول اخترت واقيلا كراح تلعب ماشي واقيلا نسلك الاخر ما تفهمنيش. جيسبر كاين بزاف ناس اللي يفهموني واش راني نتكلم، انا اللي عارف واش راني نقول. انا قلت لك كوب ديمون زين نعاودها، كاس العالم، كاس العالم كاين 9.5 نقولوا لي يتكاليفيو، دونك ما كاش اللي ما عندوش لا شونس يتكاليفيو، صافا؟ انا قلتها هذه. او قال لك بلي ما كاش اللي ما عندوش لا شونس باش يتكاليفا، يعني 100% تكاليفا، بصح واش يقول لك حتى وما تكاليفا واش اسمع؟ صح، افهمني ابن عمي، افهم بلي قلت لك ما بعيد تشر على هاد الشيء، هذه كرة القدم. انا ما نديرلوش بريسيون، ما نديرلوش بريسيون، اه. او موا مينيموم 4 سنين ان موندا اولمبيك باش ننجم نحاسبو، وخلي له الوقت وخليه يخدم. مي حنا ان شاء الله نقولو بلي لازم يوجد لنا فريق. سمعتوا واش قال لكم؟ حتى ما يدي لاكوب دافريك هادي ما ندوهاش تاع 25 ننساها كاع، قال لك ما تهمنيش نهائيا، ولاكوب دي موند ما نتاهلوش نزيدوا له كونترا تاع 4 سنين، قال لك انا ما نحاسبوش كاع. راك شايفوا، شفتوا باللي كرهوا ولاد بلادهم واش كانوا دايرين الشر في بالماضي، ودوكا مدربين اجانب يقول لك ما يديش لاكوب دافريك، ما يتاهلش لاكوب دي موند الجايه هذه، معليش نزيدوا له كونترا وندعموه ندعموه ندعموه. واسمع هذه اللي قال لهم باللي قالوا انا لاكوب دافريك ما تهمنيش، اسمح ونخليكم ونقول لكم السلام عليكم. اسمح كاليفي اون كوب دي مون سكي نو زانتيريس، حنا سي لاكوب دي مون سي با لاكوب دافريك، انا بيرسونيلمون سي لاكوب دي مون لي سا المانتيريس، ولكن كي يجي هو. سمعتوا يا خاوتي باللي صح فريمون صح كانوا يطاكيو في بالماضي، لان بالماضي فهمتوا ولا لا؟ لا فهمتوا باللي هاد الناس ما يحبوش الجزائر،
فهمتوا باللي هاد الناس ما يدافعوا على البرانيه، يدافعوا على لي زونترينور تاع الخارج، لي زيتالونجي يدافعوا عليهم. السومبيتي يخسر الدور الاول يخرج، ما يتاهلش لاكوب دي موند معاه، وكان دابح بالماضي هذا. هذا قال لهم الدومي فينال في لاكوب دافري، قال لهم تهمني انا، قال لهم انا ما تهمنيش تهمني وسمها كاس افريقيا، دومي فينال ممنوع، فينال ولازم يديها، اذا ما داش نقدر نسمحوا له، كي يلحق فينال هذيش نقدر نسمحوا له، دومي فينال ممنوع. كان يقول لك عندنا لاعبين تروح تدي بهم كاس افريقيا بالسيجار، هذا بن شيخ هذا دوكا يقول لك لاكوب دافريك الجايه انساوها، ما ديروش كاع عليها، ما انا ما تهمنيش وما تهمنيش كاع. ميم لاكوب دي موند هذه نورمالمون 9 منتخبات يتاهلوا، 10 يروح كيما نقولوا يروح كيما نقولوا يروح 10 يلعب مع منتخبات واحده اخرى من قارات واحده اخرى. قال لك هي مليار بلدية لازم نتاهلوا، قال لك بصح ما متاهلناش انا شخصيا ان المدرب هذا لازم كيما نقولوا ندعموه وما يهمناش نورمال، ونسمحوا له ونزيدوا له في الكونترا، ونزيدوا له في الكونترا يا ناس. صدق او لا تصدق، صدق هادو هما البلاطوات تاعنا. عرفتوا الان الحقيقه باللي كانوا يكسروا في جمال بالماضي. قال لكم اذا كنتوا جزائريين وصح تحبوا البلاد، قال لك لازم تدعموا المدرب هذا اللي راهو جاي جديد. احنا قلنا باللي ندعموه، ما اللي يروح بالماضي ندعموه، ندعموا المنتخب ماشي المدرب. بصح اسمح لي تاع ما يتاهلش ولاكوب دافريك الجايه يخرج من الدور الاول ولاكوب دو موند ما يتاهلش، هذه اللي راك تقول فيها اوبلي خو اوبلي. لاكوب دافريك الجايه تحكم عليه كيما حكمت على جمال بلا، تحكم يخرج من الدور الاول. لاكوب دافريك اللي راهي جاي يخرج من الدور الاول بعد يخرج لك حافي الدراجي نو معليش لعبنا درنا 600 طنباس، هذه كلها هذيك تاع زمان ولات ولا الشعب راهو يستنى فيكم في الدوره. نقولها لكم مباشره، الشعب راهو يستنى فيكم في الدوره، وما رانيش نحرض انا كشعب، انا من واحد من الشعب راني نستنى فيكم في الدوره. عسوا روحكم مليح، عسوا روحكم، جيبوا مدرب مليح ويدرب المنتخب، راني معاه انا ماشي معاكم انتوا، راني مع المنتخب. ماذا بيا ندو لاكوب دافريكا اللي راهي جايه، ماذا بيا نحققوا انجازات سواء مع بالماضي سواء بدون بالماضي. راك فاهم واش راني نقول لك؟ احنا رانا مع المنتخب، حتى اصلا ماشي مع المدرب هذا الاجنبي. بصح يقدم لنا الاضافه للمنتخب ندعموه بقوه، وتخرجوا انتوما زعما تبداو ديروا عليه حمله نطيحوا عليكم حنا ثاني، نطيحوا عليكم حنا ثاني. يكون يقدم انجازات ويكون راسو خشين كيما جمال بالماضي، وصاد يبدا يتدخل، جيب اللاعب الفلاني، جيب وليد فلان اللي راهم اللي كانوا يدعموا فيه، كان واحد اللاعبين قدامى عندهم وليدهم حبوا يدخلوه في المنتخب جيبوا يدخل وكذا، والمدرب يزعف وما يحبش. غير اذا اللي جابوا اللي عنده شخصيه يقدروا يجيبوا، اللي ما عندوش شخصيه نعرفوها من زمان، والمدرب ويحبوا يقيلوه. حنا ندوروا على صادي، حتى اجنبي ندوروا على صادي وندوروا عليكم انتوما. ما طولش عليكم خاوتي، راكم عرفتوا الحقيقه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.